السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم اما بعد فمرحبا بكم اخواني واحبابي في هذه اللقاءات الكريمة الطيبة المباركة. واسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا الوقت ان يجمعنا جميعا مع نبينا محمد. اللهم اجمعنا مع نبينا في اعلى جنات الخلد بفضلك وكرمك انك نعم المولى ونعم النصير. النبأ العظيم. النبأ العظيم سلسله كريمه طيبه مباركه. التقي معكم فيها في كل لقاء. حيث ناخذ هذا النبأ العظيم الذي تساءل الناس عنه منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وما قبله وما بعده. النبو العظيم هو القيامه ولقاء الله جل وعلا النبو العظيم هو الساعه وما يكون قبلها من علامات واشراط وما يكون بعدها من لقاء لله جل وعلا من جنه من نار من قنطره من صراط من تطاين للصحف الى غير ذلك النبو العظيم هو هذا الغيب الذي نبانا الله جل وعلا ونبانا رسوله صلى الله عليه وسلم ببعضه لنتهيا له ولا زلنا ايها الكرام الاحباب وهذا هو اللقاء الثامن عشر من لقاءات النبأ العظيم هذا هو اللقاء الثامن عشر من لقاءات النبأ العظيم ولا زلنا نتكلم عن علامات يوم القيامه عن اشراط الساعه وقلت لكم لقد قسمت علامات الساعة إلى قسمين، علامات الساعة الكبرى والحمد لله ونسأل الله أن يقبضنا إليه قبل أن نلقاها. فلو بدأت واحدة ستدمعها الأخرى سريعاً كأنما عقد انفرط أو مسبحة انقطعت. لكننا لا نتكلم عن أشراط الساعة الصغرى. يبقى الكبرى والصغرى. وقلت لكم أيضاً بان اشراط الساعه السوره تنقسم الى قسمين قسم وقع يعني حاجات حصلت موجوده الان حين يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها منذ اكثر من اربعه عشر قرنا من الزمان وانت تراها الان قد وقعت بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم تقول صدق رسول الله اشراط الساعه السوره التي وقعت وحدثت وهذه معظمها تسعين في الميه من أشراط الساعة الصغرى وقعت خلاص الساعة تسعين تسعون بالمئة من أشراط الساعة الصغرى وقعت وحدثت ورأيناها بأعيننا ولمسناها بأيدينا وعشنا فيها ولم يبق من أشراط الساعة الصغرى الذي لم يحدث إلا نزر يسير ربما تراه بعينك في الزمان القريب بل ستراه بعينك في الزمان القريب من أشراط الساعة الصورة تكلمنا عن 24 علامة من علامات الساعة الصورة وقعت في اللقاءات الماضية تكلمنا عن 24 شرط من أشراط الساعة الصورة وقعت في اللقاءات الماضية واليوم أو الليلة الشرط رقم 25 الشرط الخامس والعشرون أو العلامة الخامسة والعشرون من علامات الساعة الصغرى التي وقعت ورأيتموها ألا وهي اختلال المقاييس اختلال المقاييس يعني ايه؟ يعني يرى الناس الحق باطلا ويرون الباطل حقا اتقلبت اتقلب الميزان اتقلب المقياس صار الصالح عند الناس متزمتا متشددا ارهابيا اصوليا وصار وصار البعيد عن الله الذي لا يصلي الذي لا يقترب من الله جل وعلا الذي يشرب الدخان صار عند الناس ده العادي ده العادي وده واقع يجي واحد يسالك بيسالوني يجي واحد يسالني يقول له اقول له مثلا عاوز اتجوز واحد يقول لي عاوز اتجوز عاوز عروسه اقول له طيب اللي انت عاوزه عروسه ده ظروفه ايه بيصلي لا عادي عادي يعني طب هو يعني حافظ على حافظ قران بيقوم الليل لا عادي 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 هو العادي اللي ما بيصليش العادي اللي بيكلم بنات العادي اللي بيسهر على الحرام بالليل العادي اللي بيقعد عن القهوه صار هذا هو العادي هذا هو اختلال المقاييس صار الامين عند الناس عفوا اهبل درويش وصار المرتشي عند الناس هو ده الفهلوي هو ده اللي يعرف يمشي الدنيا هو ده اللي عنده قانون مشي حالك صار الامين عند الناس ده يا عم ده طيب ده طيب وصار الخائن عند الناس هو الذي يصدر ويقدم هذا اسمه اختلال المقاييس وهذا واقع وهذا واقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث روى الامام احمد وابن ماجه والحاكم وصححه الالباني من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سياتي على الناس والله جت يا رسول الله. سياتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. وينطق فيها الرويبضه قيل ومن الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه الرجل التافه الرجل السفيه كما في الروايه الثانيه الرجل التافه الرجل السفيه يتكلم في امر العامه وانا لله وانا اليه راجعون صار من لا يتقنون الا الرقص او لا يتقنون الا اللعب بهذه الجلده التي ملئت هواء الكره صار هؤلاء وجوه الناس صاروا وجوه الناس وصاروا هم الامناء وصاروا هم الاوصياء على على صاروا هم الاوصياء على الامه وانا لله وانا اليه راجعون لاعب كان مبيض محاره عرف يمسك كوره بقى لاعب مشهور قدم وصدر على صفحات الجرائد والمجلات والحوارات الصحفيه والحوارات التلفزيونيه بل ويفتح لنفسه قناة فضائية باسمه ليصير أمام الناس خلاص أوشك أن يكون وزيرا هذا واقع ممثلة لا تتقن إلا أفلام الحب والدعارة والفسق والفجور تخرج وتقول أنا أعلم الناس الدين وتصدر ويسمع لها مخرج يقول بالنص يا, يا إما إسلام يا إما فن يا إما إسلام يا إما فن عاوزين فن فيش إسلام ويصدر هذا ويقدم ويكون كبيرا وسط الناس وهو الأمين على أن يحمل هموم الشعب في مجلس الشعب وإنا لله وإنا إليه راجعون هذه نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الرجل السفيه في أمر العام أنا سمعتها بأذني ولا أنساها بما يؤرق القلب في سنوات خداعات كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام في سنوات خداعات يصدر يصدر التحوت اللي المفروض يبقى تحت هو يصدر ويكون اعلى الناس تستضاف راقصه انا بقول لك ان انا سمعته ما حدش قال لي تستضاف راقصه على شاشات التلفاز التي افسدت جيلا من البنات مش بقول افسدت واحده ولا اثنين التي افسدت جيلا من الشباب تصدر هذه الراقصه على الشاشات وتسأل وتسأل طب احنا نعمل ايه مع قضية فلسطين مع مشكلة الـ الـ الجوار بتاع فلسطين ولا غزة ولا هذه الراقصة تسأل في قضية فلسطين في قضية فلسطين انا سمعتها باذني وانا لله وانا إليه راجعون هذه نبوءة النبي والسلام باختلال المقاييس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بالله عليك كلام النبي عشان تعرف ان ده واقع في زمننا الان زمان اختلال المقاييس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن اسمع بادي اسمع الجادي نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهلك الوعول وتظهر التحوت اللي كان تحت يبقى فوق اللي كان تحت يبقى فوق وتظ... وتهلك او ويهلك الوعول وتظهر التحوت قالوا يا رسول الله وما الوعول وما التحوت وما الوعول وما التحوت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الوعول وجوه الناس واشرافهم والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم اللي كان منزوج تلاقيه مغني عفوا عفوا من أغاني الهبطة اللي كان ماسك مكوة ولا يساوي شيء عند الناس لأنه لما أو جمع حوله من من أمثاله الهابطين من يغنوا له ويرقصوا له ويطبلوا له صار عند الناس الان وجيها ويصدر ويقدم وهو مجنون وانا لا اسمي اسماء باسماء بعينها لكن انتم تستطيعون ان تشيروا على وعولي وتحوت الناس الان ان ده كان رجل شريف وجيه صار وضيعا او وضع في يعني تحت اقدام الناس واللي كان تحت اقدام الناس صدر اللي بيسموه ارستقراطي ارستقراطي صار يمد يده للناس الان. يمد يده للناس اللي كان صاحب مال وثروه واطيان يمد يده للناس الان. انا شفت صوره والله العظيم ده الرجل من وجهاء الناس مرسول مبعوثه على الواتساب الواتساب واحد من وجهاء كان مليونير صوروا صوره هو يمد يده يطلب صدقه على كبر من كبار القاهره. ده كان وجيه قدام الناس، كان مليونير ومصورينه، أنا مش عاوز أقول أسماء، فالله جل وعلا يحب الستر، يمد يده ويطلب من الناس صدقة جنيه ولا أقل ولا أكثر. هذا من أشراط الساعة، يبقى حضرتك لما تلاقي الأمناء الحقيقيين يسبوا ويشتموا ويلقوا وراء القضبان أو أو يضربون أو أو ينفون وترى الوعول، عفوا وترى التحوت المجرمين الظالمين الخونه صاروا عند الناس امناء قول اقتربت الساعه قول اقتربت الساعه وقول صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى يهلك الوعول وتظهر التحوت بابي انت وامي ونفسي يا رسول الله كذلك من اشراط الساعه الشرط السادس والعشرون الشرط السادس والعشرون العلامة السادسة والعشرون من أشراط الساعة التي نعيشها الآن كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها والحديث يمكن أغلبكم يعرفه لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه جبريل في صورة بشر لم يكن الصحابة يعرفونه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب حتى جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند يديه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه أسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الاسلام الى ان قال اخبرني عن الساعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها باعلى من الساعه قال فاخبرني عن اماراتها ايه علامات الساعه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تلد الامه ربتها ان تلد الامه ربتها هذه من علامات الساعه ووالله لقد رايناها الان كما فسر ابن حجر هذه الكلمه ان تلد الامه ربتها قال ان يكثر وينتشر العقوق ان يكثر وينتشر العقوق عقوق الوالدين يعني ايه ان تلد الامه ربتها يعني عفوا البنت امها بتربيها ربتها اللي يحصل إن اللي بتربيها كأنها بنتها، كأنها مولودة لها. المفترض أن الأم هي التي تأمر وتطيع البنت، الآن البنت هي التي تأمر وتطيع الأم. المفترض أن الوالد هو الذي يشير والولد يقول نعم يا أبي، حاضر يا أبي. صار الولد الآن هو الذي يأمر أباه بل ويضرب أباه بل ويسيء إلى أبيه ولا يملك أبوه إلا أن يقول حاضر يا أبني، اللي أنت عاوزه تعمله يا أبني. هذا العقوق من علامات الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تلد الامه ربتها وثم اقوال اخرى ان تلد الامه ربتها منها ان تكثر السراري واولادهم او ان يكثر السراري واولادهم فيكون ال الولد بمنزله سيد على ابيه او على امه وقيل ان يرد ان تلد الامه حين يطأها سيدها ترد رجلا فيكون ملكا فيكون ملكا فيكون سيدا أو ملكا على أبيه وأمه لكن كما قلت لكم قول ابن حجر أن يكثر العقوق وهذا واقع في زماننا إن الابن هو اللي رب أبوه أو الابن هو الذي رب أباه ويربي أمه والبنت هي التي تأمر وتنهى في البيت وتطيع الأم ويطيع الوالد للأسف أن تلد الأمة ربتها وأنا والله سمعت بأذني والله سمعت بأذني حين اتصلت بي أم تستغيث بالله جل وعلا ثم تطلبني لأغيثها من ولدها الذي آذاها وسبها وضربها وعقها عقوقا شديدا فذهبت إلى البيت لأذكر هذا الولد بالله جل وعلا بهذه الأم وعلمت أن الوالد توفي وأن الأم تعيش مع ولدها وقد ترك الوالد والله يا اخواننا الكلام ده أنا بقوله شفته وقد ترك الوالد لهذه الأم ولهؤلاء الأبناء ترك لهم ثلاث عمارات في ثلاث في ثلاث محافظات مختلفة ثلاث عمارات عمارة في محافظة وعمارة في محافظة وعمارة محافظة وترك لهم مستشفى استثماريا كبيرا وترك لهم أراضي مباني وأراضي أطيان زراعية غير الدولارات والريالات والجنيهات التي ملئت في البنوك ثروات كبيرة طائلة ومات الوالد وترك كل ذلك دون أن ينعم به ودون أن ينعم بأبيه ولا بولده ولا تسمع من ولد دعاء يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بل ويؤذي أمه وذهبت إلى البيت لأذكره بالله جل وعلا وأقول له قول الله جل وعلا والله أعدت مع يا أخي ده أمك وربنا بيقول ده هي يعني عندها ستين سبعين سنة وربنا بيقول وقد ربك إلا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما بلغنا عندك الكبر يا يعني ربنا وصلت بها وهي كبيرة فأرفق بها فلا تقل لهما أف يعني ما تقولش كلمة غلط ولا أدنى حاجة حتى لو تأفف ولا تنارهما وكن لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وأنا بفسر له بعلمه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة والله يا اخواني والله يا اخواتي وانا اقول هذه الكلمه لهذا الشاب امام امه ليذكره بالله وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فَاجَأَنِي برد لم يكن في الحسبان قال لي بص هي ربتني وانا صغير انا هربيها لما كبرت انا اللي هربيها لما اكبر مش انا كبرت انا اللي هربيها سبحان الله انت عاوز تربي امك هذه نبوءة النبي عليه سمعتها باذني ان تلد الامة ربتها مين اللي مين وللاسف الشديد انتشر عقوق الان قل لا قل لا بل ندر وعز والله لست مبالغا والله انا اعي ما اقول والله لست مبالغا قل لا وندر وعز من يبر والديه في هذه الايام قل لا من لم يغضب والديه يوم من الأيام أو يغضب عليه أبوه في ساعة من الساعات قل ندر مع أن عقوق الوالدين وهو من أشراط الساعة من أكبر الكبائر عند الله ده مش كبيرة بس ده أكبر الكبيرة ده توقع في جهنم موبقة من الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي بكره حديث ابي بكره بالتاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله يعني مش بس هعدي لك 70 كبيره ولا 80 كبيره ولا لا ده انا هجيب لك الكبار اللي هم اشدهن قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين شوف رقم اثنين ايه؟ بعد الكفر بعد الشرك الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال الا وقول الزور الا وشهاده الزور وظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت الشاهد ان عقوق الوالدين من اكبر الكبائر بعد الكفر بالله بعد الكفر بالله عشان كده دائما الوصيه بتوحيد الله تأتي بعدها الوصية ببر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا والآيات في ذلك كثيرة كثيرة عشان كذا ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل جعل رضا الله سبيله رضا الوالدين. جعل الله جل وعلا سبيل رضاه ارضاء او ارضاء والديك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، فإياك وهذه الكبيرة، وإلا وإلا سيرغم أنفك يوم القيامة ذليلا إن لم تذل نفسك لوالديك ستذل يوم القيامة ان لم تبر والديك الان ولا تكن شرطا من اشراط الساعة بنشر العقوق بعقوقك لوالديك ان لم تفعل ذلك سلف ودين سلف ودين وعقوبته في الدنيا فضلا عن الاخرة عقوبة العقوق في الدنيا فضلا عن الاخرة فقد روى البخاري في التاريخ والطبراني من حديث أبي بكرة وهو حديث صحاح الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إثنان يعجلهما الله إثنان يعجلهما الله يعني اللي يقع في هذا الذنب لابد أن يعجل الله جل وعلا العقوبة في الدنيا قبل الآخرة إثنان يعجلهما الله البغي اللي هو الظلم وعقوق الوالدين، فكل من ظلم لابد ان ياس ان يجد اثر ذلك او يعذب بظلمه في الدنيا قبل الاخره، وكل من عق والديه. وكل من عق والديه لابد ان يجد مراره ذلك في الدنيا قبل الاخره. سلف دين كلمه رقيقه تردد. بر الوالدين قصة تكتبها ويرويها عليك أبناؤك من بعدك بر الوالدين قصة تكتبها أنت بتكتب بر الوالدين مع أبيك وسيأتي أبناؤك ليقرأوا هذا الذي كتبت ليطبقوه عمليا فيك الوالد يمكن حتى بعض القنوات الإسلامية عملتها بصورة يعني فنية جميلة أب ساكن في بيت كبير فيلا وعامل لابوه عامل لابوه اللي هو الجد يعني الأب وأبنائه وأبيه فعامل لابوه أوضة بعيدة كده بيرمي لابوه الأكل كل يوم وخلاص أبويا كل واحده ما كلشي له وخلاص ينام لوحده يبعد لوحده وهو قاعد هو في شقته مع عياله مع زوجته مستريح ومطمن نسال الله ان يعفو عنا تقصيرنا مع ابائنا وامهاتنا فاذا بالوالد الذي يفرح بابنائه ينظر فاذا ابنه ياتي بالقلم ويرسم واخذ الولد اللي هو الحفيد لابيه رسمه قال شوف يا ابي رسمي ايه ده يا ابني ده فيلا كبيره ما شاء الله الولد بعد يعرف يرسم وريني الفيلا دي ايه يا ابني؟ الله شوفي يا ابي دي السلالم ودي حديقه قدامها ودي اوض النوم ودي مش عارف المطبخ وده جميله يا ابني الله ودهنها لونها لون حلو فالاب بيقول ابني والاوضه اللي هناك دي يا ابني ايه اللي هناك ده؟ قال لي دي دي يا ابي الاوضه اللي اللي عند الباب دي بتاعت البواب يا ابني؟ قال له لا دي بتاعتك يا ابي عشان لما اكبر ده بيتي لما اكبر ولما اكبر هحطك في الاوضه دي يا ابي. راجع الوالد الى نفسه ليه يا ابني؟ قال له زي ما انت حاطط جده مش انت حاطط جده في الاوضه دي يا ابي؟ انا لما اكبر برضه واعمل فيلا هعمل لك اوضه بعيد كده عشان تقعد فيها. فصدم الوالد وترك ولده وذهب الى ابيه يبكي والله لا اطعم طعاما ولا اهنأ بنوم حتى تأتي معي يا أبي يا ابني خليك أنا مستريح هنا أبدا والله لا أهنأ حتى تأتي معي لقد جاءتني الرسالة بصفعة على وجهي من ولدي وإن لم أستعتب الآن وإن لم أرجع الآن سأجد ذلك عمليا بعد قليل فالأيام دول وتلك الأيام نداولها بين الناس وبرك بوالديك ستجده في أبنائك وعقوقك لوالديك ستجده في ابنائك هي قصه طويله تكتبها هي قصه طويله تكتبها ستروى على مسامعك وفي حالك بعد قليل وما هي الا ايام فاياكم والعقوق اياكم والعقوق هذا في الدنيا اما في الاخره فالعاق له عند الله جل وعلا فوق ما يظن الجميع هل تتوقع اخي أن محمدا صلى الله عليه وسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء سيد الملائكة سيد الملائكة يدعو دعاء مستجابا ويؤمن على هذا الدعاء سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر النبي على المنبر يعني يوم جمعة في ساعة إجابة ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة وقبل ما يخطب يطلع النبي على المنبر طالع خطوة يقول النبي عليه آمين. خطوة ثانية آمين، خطوة ثالثة آمين. والحديث راه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة بلفظ رغم أنف امرئ وراه غير مسلم بلفظ أن النبي ارتقى على المنبر وإسناد صحيح على المنبر درجة بعد درجة يقول مع كل رقي درجة آمين فلما نزل النبي من على المنبر يسأله الصحابة لما قلت ذلك أو لما فعلت ذلك رسول الله قال أتاني جبريل فقال يا محمد بعد ورغم أنف امرئ وأدخله الله جهنم من أدرك والدي أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخلاه الجنة اللي عنده أب أو أم كبيرة الاثنين أو واحد وهم كبار ده بابك للجنة هذا طريقك للجنة لو أنت ما دخلتش الجنة من هذا الباب باب بر والدين حين تبر والديك فعققتهما أو آذيتهما أو لم يرضيا عليك أنت بعدت وخسرت ورغم أنفك وألقيت في جهنم والعياذ بالله دعوة النبي دعاها لا دعوة جبريل دعاها وأمن عليها النبي عليه وسلم إياك والعقوق إياك والعقوق إياك والعقوق ستعذب في الدنيا وتعذب في الآخرة يا من لم تنظر لوالديك نظرة رحمة وهم كبار فآذيتهما يا ل يا من لم تنظر لوالديك نظرة شفقة وهم كبار فترفق بهما سيكون الجزاء من جنس العمل يوم القيامة وأنت في أشد حاجاتك وأضعف حالاتك في يوم لقائك بربك الله جل وعلا سيتركك جل وعلا كما فعلت مع والديك اسمع هذا الحديث الذي رواه النسائي من حديث عبد الله بن عمر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة شوف شوف ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه، رقم واحد أنت ما كنتش بتنظر إليهم نظرة رحمة، ربنا لن ينظر إليك نظرة رحمة يوم القيامة. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة. المرأة اللي لابسة لبس الرجال وبتكلم كلام الرجال وبتعمل أعمال الرجال والمرأة المترجلة والديوث الرجل الديوث الذي يرضى الخبث في أهله إلى آخر ثم قال النبي عليه شوف بقى أنا قلت لك ثلاثة ربنا لا ينظر إليهم أول واحد مين العاقل يدي اسمع بقى في نفس الحديث قال النبي عليه وثلاثة لا يدخلون الجنة ده مش بس يوم القيامة ده الموضوع مستمر وثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى يعني الثلاثة دول مختلفين على الثلاثة دول لكن في اتفاق ما بين الاثنين العاقل والدي لا ينظره إليه والعاقل والدي لا يدخل الجنه عقوبة العقوق عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ووالله الذي لا إله غيره أحذرك أيها العاق أحذرك فلو دعا أبوك أو دعت أمك عليك دعوة والله ستستجاب ستفقد فيها دنياك وأخراك إياك إياك أن تغضب والديك فتكون شرطا من أشرات الساعة أو فتكون شرطا من أشرات الساعة ويدعو عليك والداك دعوة تفقد بها دنياك وأخراك فدعوتهم عليك مستجابة عشان كده عشان كده احذر الكلمة اللي بتقراها على العربية النقل يا بركة دعاء الوالدين وقت رضاهم كلمة أنا عارف طالعة من قلوب صافية بس فعلا لو غنمت دعوة من والديك وهما عنك راضيان تسعد في الدنيا والآخرة والعكس بالعكس لو دعا عليك والداك دعوة وهما عليك ساخطين تخسر دنياك وأخراك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وحسن الباني أو صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوه الوالد على ولده دعوه الوالد على ولده ودعوه المظلوم ودعوه ودعوه المسافر اول واحده دعوه الوالد على ولده وفي روايه ثانيه دعوه الوالد لولده تخيل رجل قاعد في صومعه ليس وراءه ليلا ولا نهارا إلا أن يصلي ويذكر ويقنت ويقوم, ويقوم ويعبد ربه عز وجل لا وراء امرأة ولا وراء عيال ولا وراء تجارة ولا وراء فلوس ولا وراء أرض ولا وراء أي حاجة عبادة بس ونادت عليه أمه اسمه جريج العابد مشهور اسمه جريج العابد عابد مشهور بالعبادة في صومعة لها سلم يطلع فوق ويشيل السلم خلاص يعبد الله جل وعلا فنادت عليه أمه يا جريش وهو يصلي فقال يا رب أمي وصلاتي أمي وصلاتي فأكمل صلاته نادت عليه يا جريش يا رب أمي وصلاتي أرد والله كمل صلاة صلاة النافلة لو رأيت والداك ينادون عليك ولم يعلم أنك تصلي ولم تستطع برفع صوت أن تخبرهما أنك تصلي ورأيت أنهما يريدانك يريدانك الآن ضرورة وإلا غضب عليك اترك صلاة النافلة واذهب إليهما بقول لك الشروط أهو لو هما نادوا عليك وأنت ما فيش سبيل تعرفهم واحتاجوك الآن وأنت تصلي النافلة اترك صلاة النافلة واذهب إليهما تنادي مرة ثالثة يا جريج ويقول للمرة الثالثة يا رب امي وصلاتي اكمل صلاته فدعت امه عليه اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وبالفعل ما مات. حديث طويل حتى رمي ظلما وجورا بالزنا دعوة الام استجابت فيه الى ان برأه الله جل وعلا بطاعته واقباله عليه لكن الشاهد وقع في هذه الدعوة بدعوة الام اياك أن تدعو عليك أمك إياك أن يغضب عليك أبوك فتخسر دنياك وأخراك يحدثني أحد الدعاة يحدثني أحد الدعاة من المملكة أنه في قرية من القرى يقطن فيها شاب أراد أن يقدم للعمل في الجيش أو الشرطة السعودية. وطلب إذن أبيه فرفض أبوه. قال له يا ابني أنا أنت الوحيد وأنا عاوزك جنبي أنا مش عاوزك تروح هناك لأن دي مدارس داخلية وأنا عاوز أشوفك على طول حتى لو هي طيبة وكويسة إنما أنا عاوزك جنبي يا ابني. يا أبي ده مرتب كويس وهنخدم بلدنا. لا يا ابني أنا عاوزك جنبي. أنا ما استغناش عنك خليك جنبي. المهم وضع الولد هذا الشاب اباه امام امر الواقع وقال له خلاص انا هروح خلاص خدت الموافقه وقدمت ومسافر وريح انا واصحابي يا ابني لا تذهب انا محتاجك لا هروح يعني هروح يا ابني هدعو عليك أدع زي ما انت عاوز خرج الولد وذهب مع اصحابه ليسافر يوم ولا يومين ليذهب الى هناك واذا الوالد يقوم الليل ويدعو الله جل وعلا بدعاء الوالد المتضرع الباكي الخاشع خرجت من قلبه قبل لسانه هذه الدعوة المستجابة وهو يقول اللهم إني أسألك في هذه الليلة أن ترد ولدي إلي حتى لا يذهب إليها مرة ثانية يا رب رجعه لي وما يروحش تاني يا رب يرجع وما يروحش تاني لها انت دعيت يروح يرجع بس ما يروحش تاني طب ما يروحش تاني ازاي ما هو هيروح لا انت دعيت يبقى ربنا هيجيبه لك ومش هيروح وبالفعل في جوف الليلة التي بعدها والوالد يتضرع إلى ربه جل وعلا إذا بالباب يطرق الساعة واحدة اثنين بالليل الباب يخبط يقول الوالد من؟ قاعد في البيت لوحده من؟ قال له أنا ابنك ابني ترجعت يا ابني؟ قال له نعم رجعت. يعني يا ابني الدعوة استجيبت؟ أنا رجعت ربنا دعيت ربنا يرجعك؟ الدعوة استجيبت؟ نعم يا أبتاه افتح لقد استجيبت دعوتك وها أنا أرجع إليك أعمى لا أبصر. ها أنا أرجع إليك أعمى لا أبصر. العربية انقلبت الحمد لله ولا خدش ولا إصابة بس خبطة في دماغي أذهبت بصري ذهب بصري. معقول خلاص دخل الولد يتحسس بيته الذي كان يراه ويأتيه أبوه فيحتضره وتنزل دموع الوالد على ولده أنا السبب دعوته قلت يا ربي ارجع لي وما يروحش تاني وفعلا ما يقدرش يروح تاني خلاص فقد بصره أنا دعوتي يقبل والد ولده وهو يبكي معلش يا ابني سامحني يا ابني ادخل يا ابني أنا دعوت الله جل وعلا أن يردك ولا ترجع بس ما كنت أريد ذلك ومضت الليلة وجاء الناس يدورون الولد ويعني يصبرونه ويصبرون الوالد والوالد يبكي يحس بالألم والحسرة أنه بدعوته والسبب مضى اليوم وزاره الناس وزاره الدعاة وزاره أصحابه أصحابه وزاره زملائه ليصبروه والقرية كلها عرفت أن الشاب رجع إلى بيته وأعمى ولما جاءت الليل لما جاء الليل نام الشاب وقام الوالد يبكي بين يدي الله جل وعلا متضرعا كما دعا اولا باكيا كما بكى اولا حزينا كئيبا كما حزن اول مره على ذهاب ولده حزن ان يرجع اليه ولده بهذه الصوره قام في جوف الليل بدعوه المستجابه التي فتحت لها ابواب السماء اول مره يقوم في نفس الحال يقول يا رب دعوه الوالد استجيبت وانا ادعوك وأرجوك وأسألك أن ترد ولدي أن ترد بصر ولدي إلي اللهم إني أسألك في هذه الساعة وأنا والد متضرع راض عنه أسألك أن ترد إليه بصره يقولون والله فما جاء الفجر حتى رد الله جل وعلا عليه بصره يقول هذه الدعية هذا الداعي الذي يحكي يقول والله رأيته في حياته في بلدتنا وهو مبصر يسير وسط الشباب ورايته في اليوم الذي عمي فيه وصبرته وسليت عنه وعن ابيه ورايته بعد ان رد الله جل وعلا عليه بصره رايت اثر العقوق واثر البر رايت دعوه الوالد على ولده ورايت دعوه الوالد لولده فاياك اخي الحبيب في نهايه هذه الحلقه إياك أن تعق والديك حتى لا تكون شرطا من أشراط الساعة حتى لا تكون شرطا من أشراط الساعة حتى لا تقع في أكبر الكبائر واشد الموبقات حتى لا تعذب في الدنيا فكما تدين تدان حتى لا تعذب في الأخرة حين ينصب الميزان ولا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم فإياكم والعقوق تلك هي أشراط الساعة الصغرى والحديث تتمة فيها في اللقاء القادم بإذن الله إن أحيان الله جل وعلا وقدر لي معكم البقاء واللقاء أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته